بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، ضيف اليوم هو مهاجم مصري شاب واعد بدأ مسيرته مع نادي الجيش وتألق وقدم مستويات مميزة جدا في تجربته الاحترافية في قطر، مما دفع نادي جالاتا سراي التركي للدخول في مفاوضات معاه لضمه لصفوف الفريق. نلتقي اليوم مع المهاجم الشاب المعتز بالله أحمد جمعة. معتز، في البداية بنرحب بيك على شاشة الفضائية المصرية، وعايز أسألك إزاي كانت بدايتك والأندية اللي لعبت ليها في مصر وقبل ما تبدأ الاحتراف في قطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي المعتز بالله أحمد سيد جمعة، عندي 16 سنة. أول ما بدأت ألعب كرة قدم كنت لعبت في نادي نوريتش في إنجلترا، بعدين رجعت مصر لعبت في الأهلي وأنا عندي 8 سنين، اتدربت مع كابتن بدر رجب، بعدين قعدت في الأهلي 4 سنين، بعدين لعبت في اتحاد الشرطة الرياضي مع كابتن صلاح زكي، قعدت فيه سنتين، بعدين سافرت قطر مع بابايا وكده. لا، سافرت السعودية الأول مع بابايا، لعبت في نادي الاتفاق ونادي الخليج ونادي الاتحاد، بعدين جيت قطر هنا لعبت في نادي الاتحاد، نادي الغرافة، بعد ونادي الغرافة واختبرت في كذا نادي زي نادي الريان ونادي قطر، وكانوا عايزينه كده، بس يعني الناس فضلت ان انا اروح نادي الغرافة عشان هو على موضوع التسجيل وكده، فانا رحت نادي الغرافة وقعدت معاهم سنتين، بعدين رحت اسبايا، بعد نادي الغرافة رحت نادي الجيش. معتز، لو سألتك عن حكاية العرض التركي وخوضك لهذه التجربة الاحترافية في سن صغيرة، كيف ترى الانتقال لنادي بحجم جالاتا سراي واللعب في الدوري التركي؟ طبعا نادي جالاتا سراي طبعا يعني نادي كبير ومعروف طبعا، واي واحد طبعا يتمنى ان هو يلعب فيه، وانا هما كانوا بيشوفوني بقالهم 3 سنين او سنتين ونص، شافوني من وانا في الغرافة وشافوني في اسباير وانا كنت بلعب ليفربول ليفركوزن، بعدين شافوني برضك في الدوري القطري مع نادي الغرافة نادي الجيش، بعدين دلوقتي ان شاء الله يعني 22 في 22/7 ان شاء الله انا هسافر اروح لهم ان شاء الله. معتز، لو سألتك يعني الدوري التركي وفيه لاعيبة مصريين كبار احترفوا فيه زي أحمد حسن، زي بشير التبعي، إيه هي طموحاتك في الدوري التركي وشايف إن التجربة دي هتضيف ليك كتير، خصوصا إن أنت لسه عمرك لا يزال صغير السن؟ ان شاء الله يعني انا ان شاء الله يعني طبعا اللعيبه معايا. السؤال تاني بالنسبة للدوري التركي يا معتز واحترافك فيه، شايف ان الدوري التركي هيحقق طموحاتك واحلامك ان شاء الله؟ ان شاء الله دي هتبقى يعني اول خطوه ان شاء الله في الاحتراف في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله يعني انا هجتهد على قد ما اقدر اطلع كل اللي عندي، وان شاء الله هتسمع عني اخبار كويسه ان شاء الله. مين هو مثلك الاعلى؟ أبو تريكة بصراحة في مصر. بالنسبة أيضا لو اتكلمت عن الدوري التركي، هل سيكون محطة ليك إن شاء الله للانتقال بعد كده لأحد الأندية الأوروبية، وهل ممكن نشوفك في يوم من الأيام مع منتخب مصر؟ إن شاء الله ربنا يسهل، هو يعني منتخب مصر طلبني كذا مرة، يعني أكثر يعني 4 مرات. منتخب الأولمبي ولا منتخب الشباب؟ لا، المنتخب الشباب طلبني يعني 4 مرات، بس لولا بس الشغل بابايا الوالد في السفر وكده، فكنت انا كان زمان بقى في المنتخب. لكن إذن المنتخب المصري هو ضمن أولوياتك إن شاء الله اللاعب ليه وليس اللاعب باسم أي منتخب آخر. ان شاء الله نتمنى طبعا ان انا في منتخب مصر، يعني دي بلد. لعبت للنادي الأهلي فترة معتز، هل بتتمنى العودة للنادي الأهلي ولا الاستمرار في التجربة الاحترافية؟ لا ان شاء الله، يعني طبعا النادي الاهلي نادي كبير واي واحد يتمنى ان هو يلعب فيه، بس ان شاء الله انا هستمر في الاحتراف ان شاء الله. بالنسبة لنادي الجيش، الموسم اللي انت قضيته معاه وكان دافع بالنسبة لنادي جلطة سراين هو يتابعك، عايزك تقول لي عملت ايه خلال الموسم دوت؟ الحمد لله عملت يعني موسم كويس مع نادي الجيش، ويعني النادي لسه صاعد الدرجة الأولى، وأنا الحمد لله عملنا يعني شغل كويس وقدرنا إن احنا نثبت يعني إن احنا فريق قوي ونافسنا كويس على الدوري. معتز، تشرفنا بلقائك على شاشة القناة الفضائية المصرية وبرنامج استاد العرب، بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله وشكرا ليك. ربنا